لحظة، يعني ان مروان بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم لا حسد، سابق سنه شوية. الله اكبر الله اكبر ما شاء الله. تصدقي انا كمان برضه لاحظت الملاحظة دي، ما شاء الله من ساعة ما جيت والواد شكله كبير فعلا. يا عم الله اكبر، ما قولوا ما شاء الله يا احمد. ما شاء الله. لا هي بس المشكلة ان امانة بس ولدت قبل ميعادها شوية. قبل ميعادها ازاي يعني؟ انا ولدت 5 شهور ونص. 5 شهور ونص؟ اه. ازاي يعني؟ مش فاهمة. لا ما انا هفهمكم بقى، اصل ايه يعني، في اليابان في تكنولوجيا جديدة، الطفل بيحطوه في حاجة اسمها الحضانة الذكية. الحضانة الذكية دي قعدوا فيها 2 شهر يخرج كأنه عنده 2 سنين بالظبط، ولو قعدناه 3 شهور ممكن يخرج عنده 4 سنين. سبحان الله. سبحان الله. له في خلقه شعور. بسم الله ما شاء الله الله أكبر، بلاد متطورة، ما جبتلناش حضانة زيها ليه؟ أو على الأقل نحط فيها رقيف العيش بدل ما عمال يصغر يصغر يصغر. البيبي الجاي يا حماتي إن شاء الله. خلاص إن شاء الله. بصراحة هي حاجة غريبة قوي، أنا أول مرة أسمع كده. لا أصل في اليابان هناك الموضوع مختلف تماما، يعني كل حاجة بالفلوس، كل حاجة لها سعر كمان، يعني انت لو انت عايز ابنك يمشي بدري، عايز تغير عينيه، عايز تغير بشرته، اللي انت عايزه، كل حاجة بالفلوس. انا سمعت انهم ممكن يعملوا له كسوة كده هو الجلد عشان ما يتطربش. لا لا لا، احنا هنهزر ولا ايه؟ والله يا شرف انت لو رحت هناك مش هتعوزي ترجعي هنا تانية ابدا. طب والله جامد الموضوع ده قوي يا جماعة. على كده بقى اول ما عدلة تبقى حامل لازم اخدها تولد في اليابان. لا خليها حاجة تانية غير اليابان. انت عارف ان انا عندي افكار كتير جدا بتجيلي من اليابان، لازم اسالهم بقى الحوار ده. لا لا الموضوع ده غالي جدا، ما تقلقش. لا لا انا اوديها كوريا ارخص. وقطع الغيار متوفره. بالمناسبه في ضيف يعني عايز يتعرف عليكم. ضيف مين يا ماما؟ ايوه ضيف، انكل سلم ابن عم ماما، شخصيه لطيفه قوي يا مونمون، هتحبيه قوي. بالمناسبه هو قاعد في شقه شرف. قاعد في شقه شرف؟ امال محمود وشرف قاعدين فين؟ لا دي حكاية طويلة بقى مش هقدر اقولها دلوقتي، انتوا راجعين من السفر تعبانين. الظاهر حصل حاجات كتير يا ماما واحنا مش موجودين. الظاهر اوكي استنى استحمل انا بقى استنى. شفت عزب ازاي؟ اتفضل يا سالم يا ابن عمي، اتفضل سالم ابن عمي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور. انكل سالم ابن عم ماما. تشرفت. سالم ابن عمي. اهلا وسهلا. هو بيبص لنا كده ليه؟ اصله سالم ابن عمي. العيال دي جايه من اليابان بيفهموا بسرعه. وده ابني. ما شاء الله حبيبي مروان جميل قوي. ربنا يخليك. شكرا.